رحنا قبلكم بالساحات ما بسمع كيف ما ما منخاف وما منطول اليوم بدي اقول لكم انه اليوم نهار كثير مهم، نهار كثير مهم لازم نكفي لو بعد 50 سنه بدنا الحقيقه وبدنا نحاسب. We will never forget, we will never forgive. Okay, everybody to present. مات اكثر من 250 شخص، انجرح اكثر من 6000 شخص، مكملين للاخر وما راح نوقف، ما راح نوقف. هيك بس بنعمر لبنان، اذا سامحنا ما بيرجع لبنان. بدنا نرد صبايانا هربوا بعد نرد الثقة والنور بالتونيل للآخر، وبدنا نروح ونحاسب للآخر. نحن شعب كلنا لبنان، كلنا لبنان. اليوم نهار كتير كبير، اليوم نهار صلاة، اليوم نهار حزن. نحن دمكم في جريمتين كتير كبار صاروا بلبنان. جريمة المرفأ يلي راح فيها 250 شخص أو 230 شخص وبعد في عالم لهلا بالمستشفيات، وفي جريمة تانية يلي قتلوا نص الشعب اللبناني وسرقوا له مصرياته. هيدي اليوم مش وقتها، اليوم وقت نقول بدنا نصلي، لهال 250 واحد يلي ماتوا وما حدا بعد لليوم لحد هالثانية ما حدا بيعرف مين قتلهم ومين مسؤول عنهم، بس نحن واقفين بدنا نحاسب، ورح نضل واقفين لآخر لبناني على الأرض اليوم لحديت ما ال 200 واحد أو 250 واحد المجرمين يلي عم بيقتلوا فينا لحديت ما هم يزولوا، نحن يلي رح نبقى مش هن يلي رح يجوا. يا فلان صفر واحد واحد خيطاري حينرموا من البلاكين، حيندعوسوا بالساحات. طول بالك هيدا